إذا للوقوف عند الخلافات بين بغداد وأربيل التي باتت توصف بالمزمنة، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان حياكم الله. هناك تفاقم الخلافات الداخلية خاصة بين أحزاب كردستان العراق، هناك تأثير على موقفها في التفاوض مع بغداد. تجربة كردستان العراق اليوم دكتور على المحك بعد أن شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الماضية، دكتور ما أسباب هذا التراجع؟ حياك أخي العزيز وحيا قناته وحيا المشاهدين الكرام. هذه المعضلة، معضلة كركوك، هي بالتأكيد قديمة جدا، ولكن الذي استعصى فيها الأمر أو انعقد الأمر فيها هو أولا خلاف الحزبين الكرديين الأساسيين على موضوع كركوك وعائداتها، واحد. اثنين، هو دخول موضوع كركوك على خط الخلافات أو التنافسات الدولية في المنطقة، دخل إلى جانب أمريكا وإيران تركيا، باعتبار أن المنطقة تحتوي على أناس ذا أصول تركية من الأخوان التركمان. الشيء الآخر، أن المغنمة التي حصلت عليها الأحزاب ذات الميليشيات بعد التغيير التي حصل في كركوك بعد دحر داعش، أيضا له مصلحة في وجود الحالة تابعة إلى هذه الأحزاب. والشيء الأكبر من هذا ذاك أن المعضلة أساسا بين كردستان كحكومة وبين بغداد متعاطين كثيرة، سيما تلك الخاصة بالأموال وخاصة بعائدات النفط وعائدات مخارج المنافذ الحدودية وما يسمى مناطق متنازع عليها وهي مفردة غريبة دخيلة، كلها بالتأكيد عقدت الأمر أكثر وأكثر. دكتور قحطان، هناك من يقول أن هذه الخلافات مكنت حكومة الإطار التنسيقي من فرض هيمنتها ولو من الناحية الاقتصادية على كردستان العراق، وبالتالي أخضعت سلطات أربيل لقرارات عديدة، هل هذا صحيح التفسير؟ هو إلى حد معين نعم حقيقة الأمر، ولكن كان نكون دقيقين، خلافات الموضوع الأموال والرواتب وكذا سابق لقضية كركوك، ولكن كركوك باعتبارها متغير أساسي أكيد تدخل على الخط. جانب آخر، الطرف الكردي أيضا، الحزب الديمقراطي الكردي بالتأكيد يدفع بموضوع الرواتب، موضوع استحقاقات المنطقة الشمالية، كلها تكون ضمن موضوعات النقاش أكثر من حقيقة الأمر. أي بمعنى أن عملية الصراع الذي يحصل هو عبارة عن صراع مغانم، نعم، ولكن حقيقة الأمر هو توظيف المغانم وتوظيف هذه المشاكل حتى تكون جزء من الصراع. ولكن في الواقع الحال هو أن الغاية الأساسية لموضوع كركوك عند الأكراد، أحزاب الكردية تختلف عن ترتيباتها في جانب بغداد، والأحزاب المتنفذة في الإطار أكيد هي ذات مصلحة مالية ومادية وخارجية. دكتور قحطان، المالية النيابية تقول إن بغداد وأربيل فشلتا في التوصل لاتفاق بشأن ملفات النفط وواردات المنافذ، هل هذا الخلاف ربما في المستقبل يؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين؟ أعتقد هذا الخلاف سيستمر وسيبقى وحله مستعصي، لأنه إن حقيقته ليست لخروج بحالة توفيقية أو منطقية تخدم العراق بشكل عام، لا، الموضوع موضوع حصص مالية هي أساسا فيها خلل بكل المقاييس، على ذلك أنها حصص شخصية أكثر من ما هي حقيقة حصص استحقاقات إقليمية. وقلنا قبل قليل هو عملية إقحام هذا الموضوع بالحصص بالرواتب بشبه ذلك. الخلل يكمن أيضا في بغداد التي وضعت آلية خاطئة لإدارة المالية للمنطقة الشمالية بحيث رواتب المنطقة الشمالية تمنح من قبل الإقليم، يفترض أن تكون هناك مالية واحدة لكل العراق. إذا عملية خاطئة، مصالح شخصية، قضايا خارجية بالعراق، أعتقد معضلة ستدوم وتستمر وحلها مستعصي. دكتور قحطان، مراقبون يؤكدون أن الخلافات بين بغداد وأربيل تهدد الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه حكومة محمد الشيع السوداني، هل تعتقد أن بمقدرة السوداني أن يقوم بدور رجل إطفاء في الأيام القادمة مثلا؟ لا أعتقد، وأعتقد هذه ستعصر فعلا في حكومة هذه الإطار الحالية، وحتى في الحكومات القادمة ستكون معضلة، لأن الاتفاقات ما بين الأشخاص الذين هم جزء من عملية سياسية عاد الشك هو سيد الموقف
فيما بينهم، وبالتالي أدرك الجانب الكردي أن الاتفاقات لا تنفذ لأسباب شخصية، وأدرك الطرف الآخر أن الغايات التي يراد لها الإكراد في كركوك هي شخصية. ليس هنا رفعة من هؤلاء واستشعار بالبعد الوطني، لا، ولكن بالمغانم الشخصية على حساب الطرف الآخر. لذلك أعتقد أن هذه الأمور القضية نعم ستعصف بحكومة الحالية وتعقد أي اتفاقات قادمة، إلا أن اتفقت الجهات المعنية على مصالح على حساب العراق أكثر وأكثر، وهنا نعني بالتفريط في عراقية كركوك. دكتور قحطان، تعتقد أن خلافات بغداد وأربيل ستطيح بحكومة السوداني؟ نعم، أعتقد أنها تطيح، وأنها بل أحدى أهم المفاصل في ذلك. لماذا؟ لأن معروف على ما يسمى الأكراد بيضة القبان، طبعا من قوسين يراد لها الثلاثية الخاطئة. الشيء الآخر، السوداني والإطار من دون الدعم الكردي قد يبدو يكون مهلهل، سيما وأن نعرف أن جميع خروج صدر أثر على الإطار بشكل أو بآخر بالثقل الجماهيري. والموقف الأكراد من كركوك يلقي بظلال سلبية على حكومة الإطار، واعتقد أنها تطيح به. نعم. وقلنا تعقد المشهد سابقا في أي اتفاقات اللاحقة. عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لكم.